سائل يقول: يحتج بعض الناس بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه كان يتتبع الأماكن التي كان يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، يقول: ما صحة احتجاجهم بهذا؟ هذا احتجاج غير صحيح. ابن عمر ما هو قصده التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قصده الاقتداء والاتباع فقط للتبرك، ولم يوافقه الصحابة على هذا. مع هذا لم يوافقوه، حتى أبوه عمر ما وافقه على هذا، ولكن هذا من اجتهاده رضي الله عنه. نعم.